التعليم، هيكلة التعليم الثانوي يستهدف إتاحة الفرصة للمعلم حتى يؤدي دوره داخل الفصل. أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن رؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقا للمعايير العالمية، وذلك لإتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص. وشدد الوزير على ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة، مؤكدا أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين لهذه الهيكلة في ضوء نواتج التعليم ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطالب حتى لا تسبب عبئا معرفيا عليهم.